أهلا بكم من جديد. أعلن مدير مكتب مفوضية الانتخابات في أربيل عبد الرزاق مشير تسجيل إقبال واسع على تسجيل المرشحين والكيانات السياسية الراغبة بخوض الانتخابات التشريعية في العراق، كاشفا في الوقت ذاته عن تمديد موعد التسجيل. وقال مشير أن 1506 أشخاص من النازحين سجلوا على النظام البيومتري خلال هذه المدة، مشيرا إلى أنه تم تمديد تسجيل الكيانات السياسية وفق المعلومات التي وردت للمكتب من قبل مسؤولين في الأحزاب إلى 10 من شهر شباط المقبل، مع تمديد تسجيل المرشحين لغاية 1 من آذار المقبل. مشير أضاف إلى أن أبرز المعوقات التي تواجه عمل المفوضية العليا للانتخابات في العراق هي قلة الكوادر في مراكز التسجيل، مؤكدا أن الكوادر الموجودة في مراكز التسجيل لدى مكتب المفوضية في أربيل بمقدرتها تسجيل 1200 إلى 1500 ناخب يوميا. المخيمات في محافظة أربيل 6 مخيمات، بحيث تم تسجيل كافة النازحين في المخيمات، ومن ضمنه قمنا بعملية الحصر النازحين المتواجدين في المخيمات. من أبرز المعوقات اللي يواجه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هو قلة الكوادر في مراكز التسجيل، حيث إن نسبة القليلة اللي موجودين بمراكز التسجيل موظفينا بمقدرتهم يومية تسجيل أكثر من 1200 لحد 1500 ناخب يوميا. طبعا هذا يكون للعلم أربيل لحد الآن 57.23% مسجل بايومتريا، يعني يبقى أكثر من 40%، 45% باقين ما مسجلين. وقلة الكوادر اللي موجود في المراكز، عدم إمكانيتهم تسجيل يوميا أكثر من 12,000 ناخب، إذا كملت الهيكلية من مراكز تسجيل راح يكون يوميا تسجيل بايومتري، لأن الإقبال موجود ولكن قدرة الموظفين مكتب أربيل هو حسب الهيكلية اللي حسه موجود يكون قليل. هو السبب احتمال أكثرية، يعني تأجيل هو سبب عدم تسجيل أكثر من 57%.